أجده. أبو شانتي، أبو شانتي، بشرفك ركز فيه. هذا وش واحد بدي يزوج بنته؟ والله أنا شايفه يعني ما شبه شيء كعمك، يعني ما له قايل شيء. ما بعرف أنت شو حاسس بقى أخي، شو بدك فيه؟ أنت عليك من مرتك، إلك من الحزمة عود والباقي تنتعوا القرود. ولا كيف الباقي تنتعوا القرود؟ ولو أبو جانتي، أبو جانتي ركز معي. لكن المشكلة إنه أنا شغلي عنده، يعني يوم بيوم بخلقتي. أيوة بدك اشتغل عنده، لا هيك مشكلة والله. لكن بدك تلاقي له حل. يا الله بيعينك يا أخي، من هلا صمد لك قرشين وتعتمد على حالك وتلاقي لك شغلة تانية بعدين تخلص منه. لك أبو جانتي، لك كيف بدي أخلص منه؟ كيف؟ لك المشكلة إنه لك أبو جانتي ركز معي. لك إيه معك أنا مركز. ركز مني، خليك عم تطلع فيني. طيب المشكلة إنه أنا بدي أسكن عنده بالبيت. أيوة ما عندك بيت يعني انت. لا أيوة ولا عندك لا شغلة ولا مشغلة، عريس لقطة أنت. لكن يحميد الله اللي إجا واللي رضي جوزك ياها. جدو وصلنا عندنا، بقوم. كيف؟ شو حكيت؟ ليك فريد ركز معي، أنت من الأساس من الأساس من الأساس مركز معي. شريف يسلموا معوضين. اهلا اهلا عماده، خير اللهم اجعله خير. شبك منين بده يجي الخير؟ قال بدي اعيش حياه حلوه. انا حياتي انتهت، بلا حياه بلا بطيخ. لك شو في فهمني؟ لا تضو، شو في؟ زمرد يا سعيد زمرد. لك شبهه اليوم بدها تنخطب، بكره عرسها. لا تقولها. قلت وخلاص، شو بدي اعمل بحالي؟ انا احلامي وحياتي كلها معلقه بزمرد. لازم نلاقي لنا حل. حل شو يا سعيد؟ حل شو؟ أخي ليش ما بتحكي مع الشباب؟ إلا ما يلاقوا لك حل، أبو جانتي بيساعدك. شو طالع بإيدهم الشباب؟ لك شلون شو بيطلع بإيده؟ هي ساعدني يا أخي بالمباراة تبعي، أكيد بيساعدك بقصتك. شبك فكر شوي. والله مزبوط، ليش بيساعدك وما بيساعدني؟ يا حيف عليك يا أبو جانتي. اخس شبك لك عماد جنة؟ ادق له للزلمة بالأول. إيه والله، إيه والله لازم اتصل فيه. شو متفقين على المهر؟ 100. 100 شو؟ 100,000. يا لطيف يا لطيف، شو 100,000؟ كثير والله. هذا الكلام اللي عندي يا بابا. والله كثير 100,000. قلت لك ولا كلمة انت. ها لك ابو جانتي، ابو جانتي تدخل دخل. ركز مركز، في مجال تحكي معه احكي معه يا اخي. بلكي يعني هال 100,000 من قصته تقسيط كل 3 شهور ممكن ندفع لنا دفع. ايه؟ شو رايك؟ معقول والله. احكي معه. لك شو تقسيط انت الثاني؟ شو عم تشتري مروحه انت؟ شو 100,000؟ والله كثير عمو. انا بحل لك اياها خلص بنور الله عمو. يعني في مجال نخليهم بعد امرك، يعني 75,000 انا ريه و25 متقدي. والله الكلام اللي عندي انا قلته. ابو جانتي ركز معي يا زلمه. لك شو رايي؟ لا شو رايي؟ لا ابو جانتي 25 زائد 75 100 نفس الشيء يا شباب. عندنا مراجعين غيركم. سيدي يبدو لي الزواج فارطه. شو جامي؟ شو جامي؟ ولا كنا اول ما الاول انت جاي تفرض الزواج. صراحه انت لا ايه رفرفين؟